سويت فيت سويت موش موش إجماع ثالث إجماع الاسم كامل رفيق نور الدين، حزب التجمع الوطني الأحرار. اليوم كان مخصص انتخاب الرئيس والهياكل ديالو اللي الحمد لله الساكنه وضعت فينا الثقه، الساده اعضاء المجلس اللي انتخبونا بالاجماع 28 على 28. هذه هي الولايه الثالثه ديالنا على راس هذه الجماعه، وكنتمنى نكونوا حسن الظن الساكنه اللي وضعوا فينا الثقه وعارفين العمل اللي كيقوم به المجلس، خصوصا عده مشاريع اللي كتحضنها الجامعه، وحنا عازمين نكملوا الاوراش اللي فاتحينها، وان شاء الله الله يوفق الجميع في هذا المسار اللي الساكنه كتنتظر عده انتظارات ديالها كبيره، خصوصا عند كاين خصص كبير في ناحيه الجامعه. الحمد لله كاين مشاريع مهمه، ولكن التوحد ما الحمد لله كل واحد كل شيء باغي قلب على احسن، ونتمنى نكونوا عند احسن ان شاء الله. شنو اهم المشاريع اللي غادي تخدموا في هذه الولايه؟ عده مشاريع اللي كاينه، خاصه ان كتعرفوا ان الجماعه كتحضر لواحد المشروع ديال اعاده الاسكان اللي على مساحه ديال 250 هكتار، واللي فيه عده ساكنه ديال في اطار عمليه الترحيل ديال السكان ديال الدار البيضاء. هذوك هما اللي عندنا فيهم اشكال كبير، لان الجماعات والدواوير الحمد لله في جماعه وفرنا لهم جميع المتطلبات، وخاصه في البنيه التحتيه، لا الطرقان، لا الماء، لا الكهرباء، الملاعب القرب. احنا هاد الناس هادو خصنا نتعاونوا معاهم، والمشاريع راه ما كتساليش، وطلبات ديال الساكنه احنا ان شاء الله غنلبيوها لهم ان شاء الله في اقرب الاجل. سعيد سعدان عن حزب الحركه الشعبيه. من بعد ما دازت الدورة ديال المجلس وانتخبنا الرئيس والأعضاء ديالو، ارتأيت أنني نكون في المعارضة باش نأدي الدور ديالي، لأن المعارضة ماشي المعارضة من أجل المعارضة، ولكن المعارضة من أجل الأدم يكون يعرف المعارضة بأن وبنادم لما بانت لي شي حوايج ماشي تلهيه يكون شويه ماشي جينا باش نقولوا العام زين ونمشيو فحالنا، جينا نعارضوا ونشوفوا، ماشي نعارضوا كاع، نشوفوا شي حوايج اللي بانوا لينا ماشي هما هذوك اللي غنقولوا عليهم. لا حنا يد في اليد في خدمه الساكنه وفي خدمه الجماعه وفي خدمه الوطن، وشكرا. السلام عليكم. اليوم كان اول في الولاية الثانية بالنسبة لي أنايا، أول اقتراع المجلس لجامعة ولاد صالح بمناسبة رئاسة المجلس والنواب ديالو، وأنا كيشرفني كأنني خديت منصب ديال كاتبة المجلس، وبأنني كنتمي للحزب التجمع الوطني للأحرار، وكنشكر بزاف المجلس والجامعة ولاد صالح. السادة الأعضاء المستشارين والسيد الرئيس المنتخب، أولا كنشكركم على تلبية الدعوة وعلى روح المسؤولية اللي تحليتوا بها في انتخاب هياكل المجلس ديال جامعة ولاد صالح، اللي عهدنا فيه دائما النضال والاستقامة يعني والعمل الجاد والمتواصل. السلطة المحلية بدورها فتح الباب ديالها باش تعاون مع المجلس وباش تأزروا جميع يعني المجالات اللي كتهم الساكنة المحلية، وخدمة لرعاية صاحب الجلالة وانتصار للديمقراطية اللي عرفتها البلاد ديالنا إثر الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، وشكرا للجميع.